صاحب الفضيلة هذه أسئلة كثيرة تتعلق بفتح باب التبرع للعراق، والسؤال: هل يجوز أن ندفع الزكاة إليهم؟ وما حكم دفع الصدقات إليهم علما بأننا سنذهب إلى أناس من غير أهل السنة؟ التنوين لأهل السنة، التنوين لأهل السنة، أو تكتب عليها، تكتب عليها أنها لأهل السنة ويكفي هذا ما دام فيهم أهل سنة وكثيرون، وأيضا هم محتاجون ومضطرون، من هذا من إعانة المضطر، فلا مانع من التصدق لهم والتبرع لهم. أما الزكاة لا، الزكاة ما تدفعها إلا إذا تيقنت أنها ستصل إلى فقير مسلم، تصل إلى فقير مسلم. أما إذا لم تتيقن هذا ولم يغلب على ظنك هذا فلا تدفع الزكاة. وهم ما طلبوا الزكوات، طالبين التبرعات. نعم.